وتطرب فرحا بفوزه وارتقائه للمنصة بإذن الله. مساء نتمنى بأن نشاهد فيه الهلال قويا، الهلال الذي لا ينكسر، الهلال الذي لا يعرف إلا الفوز ولا يعرف إلا الصعود إلى المنصة. مساء الخير لكل المتابعين ولكل العشاق بدقائق المواجهة. نيتشيكاوا حارس مرمى المنتخب الياباني وحارس مرمى نادي أوراوا ريدز تشوساكو نيتشيكاوا، رجل صاحب 33 سنة بمحاولة تأتي راسية داخل منطقة الجزاء، لكن سهلة، أعطى الأسبقية في مباراة الذهاب على محيط الروب وفي استاد الجامعة وبحضور الرياض وأهلها ومحبين الهلال وعشاقه. محاولة ودخول داخل منطقة الجزاء، لكن إيوان آمي. أبطال أفريقيا منتخب الجزائر، منتخب عربي في آسيا، بطل آسيا قطر، منتخب عربي بطل. يلعبها إلى عبد الله طيف، طيف إلى كاريو، كاريو بتغيير كامل الاتجاه، لعب في الجهات اليمنى وصلت إلى محمد البريك، عودة إلى كاريو مرة أخرى، لمسة تصل إلى يانغ هيونغ سو، إلى اللاعب محمد البريك، بريك يلعب الكرة أمامية، كاريو من أجل السيطرة ينجح في ذلك، يصل إلى الكرة في التوقيت المناسب، المحاولة لا زالت مستمرة لمصلحة الهلال. شد ذلك الحدث الكبير، تلك المحاولات الخطيرة، الفرص الكبيرة، انطلق كاريو في الجهات اليمنى، لكن بحكم أنه وصل للمباراة النهائية وبحكم أنه تصدى لركلة جزاء كريستيانو في المونديال. تلعب لمصلحة أوراوا ريدز الآن، الأمور تصل إلى الدقائق الأربع الأخيرة قبل نهاية أحداث هذه المواجهة. من خلال أحداث هذه المواجهة بانتظار معرفة تفاصيل شوط المباراة الثاني بحول الله. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ لمصلحة كاريو، بطاقة ونامي في المكان المناسب، يبعد الكرة من أمامي بيفاتين بيغومير، يمرر الكرة في الجانب المقابل إلى جوفينكو، إلى محاولة بأقدام كاريو، إلى كرة في المنطقة، لينتهي شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين الفريقين. يبحث عن التقدم، يمرر الكرة الماضية كاريو في المكان المناسب، مرتدة لمصلحة الهلال، ينطلق جوفينكو، ينطلق كاريو، يحاول المرور وبعد ذلك التدخل والبطاقة الصفراء على إيوانامي. الوج من خلالها البرازيلي فلامينغو بأقدام غابيغول بعد سيناريو كبير جدا وريمونتادا ستبقى للتاريخ بالنسبة لمدرب الهلال السابق جيزوس. بعد المدرب الكوري الجنوبي، بعد المدرب الكوري الجنوبي هو كرة بها محاولة تأتي، لكن نيتشيكا المدرب الروماني حقق اللقب مرتين وفي المرتين كانت عن طريق نفس المدرب يوردان إسكو. بالنسبة للمدربين الذين سبق وأن توجوا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا خلال السنوات الماضية وبالتالي درب باوك سالونيكا في الدوري اليوناني لكرة القدم، كرة بمحاولة تأتي لمصلحة كاريو. أوروبا والرجل التاريخي في رومانيا، الرجل التاريخي في ديل اللي هو كاتشيواغي، وابعدت الكره في الجانب المقابل، عادت مرتده وصلت الى كاريو، يبحث عن التقدم 4-4 يا كاريو، 4-3 يا كاريو، لمسه الى سلمان، سلمان الى من؟ الى جوفينكو، هي 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 هو. الله الله يا هلال، راحت ورجعت، راحت راحت ورجعت، خلاص خلاص من الآن، واشتري بطاقة الوصول إلى المباراة الأولى للهلال التي سيواجه من خلالها الترجي التونسي بطل مسابقة بطولة دوري أبطال آسيا، أو عفوا بطل مام. تغيير الاتجاه، لاعب في الجهة اليسرى، يبحث من؟ التقدم من جهة ياسر، التقدم من جهة الشهراني، كرة داخل منطقة الجزاء، كاريو يلعب الكرة الماضية لك عن طريق سالم الدوسري، آخر من أجل فرحات أكبر، كاريو ينطلق، كاريو يتقدم، كاريو يهيئ كرة تعود من جديد، وصلت في الجهة اليمنى لمحمد كينو، عرضية تأتي طارت على لاعبي أوراوا لتعود المحاولة عند غوميز، وصلت إلى كاريو، لقطة ختام، مسك الختام، مسك الختام، مسك الختام، مسك الختام، خلاص خلاص خلاص، آسيا يتبدل لونها من الأصفر إلى الأزرق، آسيا يتبدل اسمها إلى الهلال، آسيا وسماؤها الزرقاء وبحارها الزرقاء ولونها الأزرق، رضخت أخيرا، ترضخ أخيرا، الذهب يرضخ للهلال، المنصة تستجيب للهلال، حسم غوميز.
يا الزهر الأسد في ملعب سايتاما ليعلن التتويج الرسمي. يا الزهر الأسد في ملعب سايتاما ليعلن التتويج الرسمي. خلص جوميز، انطلق كاريو. الهلال الزعيم هو الرقم الأبرز. صافرة النهاية من كوفالينكو، صافرة النهاية من الأوزبكي، تعلن تتويج الهلال رسميا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا.